نجا قيادي في المقاومة التهمية اليوم الخميس من محاولة اغتيال في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. وأفادت المصادر المحلية أن ركن العمليات المتقدمة في اللواء الثاني تهامة ممدوح الهندي تعرض مساء اليوم الخميس لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في طقمه العسكري أثناء تواجده في مدينة الخوخة. وأوضحت المصادر إلى أن العبوة الناسفة انفجرت عقب ترجله بلحظات من الطقم العسكري ما أسفر عن إصابته بجروح بسيطة.